سمعة كرة اليد في نادي مونبلييه الفرنسي حتى الآن. بلال العلويني، بالعودة إلى المستوى الفني للفريقين، يعني مونبلييه من 2008 بطل الدوري الفرنسي، معظم عناصر المنتخب الفرنسي بطل أوروبا وعلى مستوى العالم أيضا يلعبون في هذا الفريق، بينما يعني عندما نتحدث عن سيسون معظم المراكز اللي يحققها المركز التاسع والمركز الثاني عشر، حتى أنه قبل 2008 لم يكن ضمن النخبة. صح، يعني لو نتحدث منطقيا ليس هناك مجال للمقارنة بين مونبلييه وسيسون. يعني مونبلييه في السنوات الأخيرة انهزم في مقابلة أو اثنين في الدرجة الأولى، يعني وسيسون لا يحلم بالانتصار على مونبلييه حتى لو كان مونبلييه منقوص من اللاعبين. أظن أن هذا الذي جعل الشك يحوم حول هذه المقابلات، ومونبلييه فاز ب 14 لقبا في الدوري، ودائما في أغلب المقابلات في الدرجة الأولى يكمل الدوري بهزيمة ممكن ضد شامبيري على أقصى تقدير. هذا الغريم الأول، يعني ممكن هذه النتيجة جاءت غريبة جدا في هذا الظرف بالذات، وممكن تطرح عديد التساؤلات. ومونبلييه نعرف جيدا أن باتريس كاني المانجر جنرال والمدرب صارم جدا، يعني حتى في كل المقابلات يخوض المقابلات بجدية كبيرة في كل المباريات. لذلك ريمي ليفي رئيس مونبلييه وباتريس كاني حمل مسؤولية كاملة للاعبين، يعني ليس مونبلييه هو الذي يعني موكول في هذه القضية، لأن اللاعبين الذين في نهاية الأمر ستقع محاسبتهم، لأن مونبلييه لا يتلاعب المقابلات. إذن اسمحوا لي مرة أخرى أعود إلى هيكل مجنم قائد المنتخب التونسي ولاعب سان رافائيل ومونبلييه سابقا. هيكل، يعني رئيس مونبلييه صرح تصريح أخير قال بأنه سيستغني عن بعض اللاعبين وسيعقد ندوة صحفية غدا، ماذا تتوقع أن يقول غدا؟ والله نصور ما لحد الآن مازلت معناتها بكري برشا باش نجموا نشوفوا معناتها على نتحاسبوا معناتها اللاعبين هذوما، على خاطر مازالت كان ابحاث اوليه. معناتها حتى فريق مونبلييه حتى كان ادانوا اللاعبين وقتها ياخذ القرارات، لكن تصور توا ما ينجم ياخذ حتى قرار. معناتها وتعرف الاسبوع هذا فريق مونبلييه عندهم زوج مقابلتين معناتها مهمين في الدوري، اليوم تعاملوا تعادل في مع فريق ألماني في فلانسبورغ، وعند نهار تحت خاصة عند مقابلة مهمة مع فريق بي اس جي اللي هو تنتظرها فرنسا الكل مع المقابلة هذه، لأنه تحدي كبير. ما نتصورش كان رئيس مونبلييه باش ياخذ قرارات، خاطر هو محامي، مع رئيس مونبلييه هو محامي الأصل ويعرف يعني القوانين ويعرف أن التو هي أبحاث أولية، وليمكن القوم اليوم ان اللاعبين خرقوا الميثاق الرياضي وراهنوا على الهزيمه الا اذا ما معناتها وقت تعرف انت حتى كان العداله معناتها تعطي الادله اللازمه للشيء هذا، وهذا مش متسهل. معناتها نصور ياخذ معناتها وقت، يمكن ياخذ اسابيع، ما نجموش في يوم يومين نتهموا لاعبين اللي تنجم من بعد تكون الاتهامات خاطئه. نعم.